في شروط زائدة للكلب المعلم غير التسمية، غير التسمية. احنا شرطنا هناك التسمية، وهنا لابد أن يكون الجارح معلما. كيف معلم؟ يعني ينقض إذا أمر، وينكف إذا أمر، إذا نهي، ينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا صاد. هذا يسمى إيش؟ يسمى معلم. وهذه شروط لابد منها في الجارح المعلم، سواء كان كلبا أو ذا مخلب كالصقر والبازي ونحوه.